حاضر حاضر، تمام تمام، جاي. باي 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 باي. اسحوا اسحوا، لازم لحق المباراة. أبي أخبرني متى ستبدأ المباراة؟ متى المباراة؟ على أي قناة نتابعها؟ ألو ألو، أنت فين اختفيت؟ فينك في الفيلم؟ ألو ألو، جبت لنا البيتزا؟ أنا رايح البيت الحين. أمال، بس في مشكلة صغيرة، بصراحة كنت جعان واضطريت إني. طيب اشتري غيرها. هحاول، بس ادعي لي ما جوعش تاني. امسك نفسك، باي باي. ألو ألو، هل تسمعني؟ خير؟ ما تحملت وأكلت البيتزا مرة تانية؟ لا ما تقولش كده يا راجل. ها؟ وكمان لك عين تكذب؟ قصدك أني كذاب؟ حتى البيتزا معايا إيه؟ يا أخي أنا متأكد أنك أكلتها، أصلاً العلبة فاضية. بصراحة ما قدرتش، ريحتها كانت والمقاومة كانت. منك أنت يا فجعان، قفل التليفون خلاص، اسرع، رح نتأخر على المباراة. إيوة كده لحقنا. مشاهدينا الأعزاء، لقاء العمالقة، الديربي المنتظر، وهذه صافرة بداية المباراة. كيف؟ أنا ماني مصدق. لا ما يصير. إيش بدا؟ إيش فيك بس؟ اشتغل. اوعى، سيبولي هتصرف معاه. التلفزيون شكله بايظ. انت خربته يا فلافيلو، خربته خلاص. استنى بس، انا ما عملتلوش حاجة على فكرة، بقى ده هو اللي بايظ. خربان ايش؟ انت كسرته. هدي اعصابك شوية. ها؟ ايش ده؟ نشرة اعلانية؟ حتى هادي بلعتها يا عمو فلافيلو؟ مش فاكر اصلا، انا كنت جعان قوي. الاعلان بيقول ان سوق ميجا تكنو حيفتح ابوابه بكرة بعرض ضخم. اول مشتري حيوصل السوق بكرة في الصباح حياخد تلفزيون اخر موديل وببلاش، من غير ما يدفع اي شيء. معقول ببلاش؟ اها، لازم تصحى بدري وتروح في الصباح اول ما يفتح المحل عشان تلحق العرض وتكسب التلفزيون هذا. يعني من جد ببلاش؟ ها؟ طيب قولوا لي انتوا بتفكروا في اللي انا بفكر فيه. بفكر اروح اعمل مساج لخرطومي. انا عندي فكره مره حلوه، ايش رايكم تجمعوا كل اعلانات المسابقه قبل ما حد يوصل لهم، وبكده ما حد راح يكون عنده خبر بالعرض وانت تروح تفوز بالتلفزيون اللي ببلاش هذا. يسلم مخك يا اعقل اخوانك. لازم نروح نجمع كل الاعلانات المتوزعه قبل ما احد يشوفها، يلا معايا. شنو هذا؟ اعلان هذا ولا شنو؟ ها ايش جيب هذا؟ عشان مصلحتك. اصبر بابا، شوف شوف ايش في هنا. رستم باشا، ايش بتسوي؟ بلم الاعلانات كلها، منها بنظف الحي ومنها انا بتدفى. انت هتاكل نص دي لوحدك؟ ايوه تمام. وليش بتجمع هذه الاعلانات؟ قرصان وعصابته خلونا جمع اعلانات المسابقه اللي في الشوارع كلها، وهيدوني علبه بسكوت كامله لو كمان بالشوكولاته. النسر قرصان؟ يا ترى هو ليش بيسوي كده؟ لا يكونش في اذكياء الا انتوا. ها؟ انت ايش تقصد؟ برافو عليك يا رستم باشا، هات بقى الاعلانات دي هنا. اطلع بالبسكوت. ترزان ادي له يا ابني البسكوت بتاعه. سلم واستلم في لحظتها. رائع، خدوا الاعلانات اهي. ايه ده؟ انا مش قلت لك النص ده بتاعي انا؟ ده عشايا اللي هتعشى بيه بكره يا اخي. ها؟ الاعلانات؟ بابا الاعلانات؟ لا حد يطالع على هذه الاعلانات. ايه الحظ ده؟ كده كلهم دلوقتي عرفوا موضوع المسابقه. ها؟ شنو هذا؟ سوق ميجا تكنو حيفتح أبوابه للزبائن من بكرة الصبح. السوق مسوي عرض بيع وايد عود، وأول واحد هيوصل ويلاقي التيفي اللي مستخبي جوه هياخده ببلاش. إيه الحظ ده؟ كله عرف موضوع العرض والمسابقة. طرزان، طمان، بسرعة على المحل، هنعسكر قدامه من دلوقتي. إيش هذا؟ بابا كلهم عرفوا الموضوع خلاص. يلا بسرعة على البيت، جيب الخيمة وتعال على المحل، بنخيم إحنا كمان هناك.